قبل الجو. ولا ايه؟ خزنة مفيهاش غير عصير واكل وميه. دي التلاجة. التلاجة؟ خزنة. خلص وحات امك بسرعة. خلص مش عارف ليه طوقتك في الحوار ده. كان في حل تاني يعني؟ كان في حل تاني واحنا ما عملناهوش؟ خزنة فاضية. يعني طب جاب خزنة ليه لما هي فاضية؟ يمكن اشترى بفلوسه خزنة دي؟ طب مجنون متخلف، تعال شوف الإدراك ده ايه. بتسرقوني ها؟ فاكرني كورك؟ لا معلم لا سمح الله، ده احنا لقينا المفاتيح فقلنا نيجي نديها لك يعني اهي مفاتيحك يا باشا. وبعدين احنا كلك نظر يا معلم. احنا لما جينا الصبح الاجانس لقيناه مليان تراب مطين، فقلنا بقى ايه ناخد المفتاح من وراك نيجي بالليل ننضفه عشان تيجي تتفاجئ لما تلاقيه وتفرح. وما رضيناش نيجي الصبح عشان انتوا بتبقوا شغالين ومش عايزين نعطلكم، فقلنا بقى نيجي بالليل. عارفين انا هعمل فيكم ايه؟ هفلقكم! هفلقكم انتوا الاثنين وهبلغ البوليس. لا يا باشا افلقنا احسن. عارف يعني ايه هبلغ البوليس؟ يعني كلبشات، جنايات، محاكمات. لا والنبي ابوس ايدك بلاش البوليس، دي سرقه يعني هنخش السجن مش هنعرف نخرج منه. ماشي مش هبلغ البوليس. كتر خيرك يا معلم. وما تزعلوش مني انتوا الاثنين لان انا هعرف اخد حقي ازاي. حقك يا معلم. ماشي يا عمر. تمام. اسمك ايه؟ انا عيشه. قول لي يا عيشه. عيشه ماشي. جيب حقك ازاي يا معلم؟ ده سؤال ولا اجابه؟ اذا كان بقى انت هتصغر لنا وهتقول هجيب حقي يبقى يلا بقى. يلا ايه؟ يلا ايه؟ انا كنت فاكر الاجانس ده فيه تاكسيات بس. بيهزر بيهزر. معرفش ان فيه تريلات بقى. يلا. عايز ايه؟ ده كذاب يا يلا يا بيه. ايه ده يا عمر؟ يا متولاك. ها؟ بس. انا اسف يا معلم. خلاص وحدوا الله يا عم الله. خش يا ولاد، خش يا حنان، خش يا فايزه، خش يا حبيبتي، خش. ايوه خش. ايوه استني. خش على الاوضه اللي على اليمين. خش تعالي يا حبيبتي. وجايبه حاجات معاكي ليه؟ ما احنا هنلاقي كل حاجه هنا اكيد، في بطاطين والحفه وبتاع. خش يا غالي. ايوه خش في الاوضه دي. يلا العبوا يا ولاد بقى براحتكم بقى، العبوا. تعالي حبيبه قلبي ناني، خش يا ناني تعالي. لا لا عنك انت يا روح. خش يا ناني تعالي يا روح. اقول لك على حاجه، خش انت في لا خليكي في النص انت. خش يا روحي في النص. ايوه كده يلا خد. يا سلام اللهم صل على النبي. حاجه تشرح وزي الفل. لقوا براويز وانتري وتمام وبيبان وترابيزه سفره وزي الفل. اللهم صل على النبي. هي ناني دخلت اوضتي؟ طب وانا ناني انا ذنبي ايه يعني؟ هم حاولوا يسرقوك، عاقبهم هم، انما دي شقتي. اسمع سرور، انا على اخر وشادد لاند بريك. هتدفع الفلوس هسيب الشقة، مش هتدفعوا الفلوس هفضل قاعد فيها. طيب بحق الله انت ظبطتني انا بسرق معاهم؟ حق الله لا. خلاص طلعنا انا وشقتي من الموضوع. ما ينفعش لسبب مهم. اول حاجة ان انت الضامن الوحيد للاتنين دول، تاني حاجة انت العقل المدبر لكل اللي احنا فيه ده. عقل مدبر ايه؟ ده انا غبي، حتى اسأل بره. طب معلش يعني عايز اسألك سؤال يا عم عبدون، يعني انت هتاخد شقة دياب ولا هتاخد شقتنا احنا بس؟ لا بصراحة الشقة دي فل قوي، أنا مرتاح لها، حاسس إنها مني وأنا منها. الشقة دي فيها راحة نفسية غير طبيعية، عارف أول ما بتخنق من الدنيا باجي أمدد هنا قدام السفرة كده وأفتح الشباك بيتدخل طراوة إيه؟ عجب. أيوة بس ده ظلم يا معلم، كده مفيش عدل. تاخد شقتنا تاخد شقة دياب معانا، معروف. جرى يا عمر فيها يا عمر؟ أنا غلطان اللي جيت وقفت معاكم في محنتكم وجاي أشد من أزركم. أنت جاي تشد من أزرنا إيه؟ أنت هتطلع تنام على سريرك 100 100 واحنا هنبات في الشارع مع ان انت اللي سارق المفتاح. ليه وانا سارق المفتاح لوحدي؟ والنبي يا معلم قول بحق الله، انت قفشتني لوحدي ولا قفشتني معاه واحنا بنسرق؟ حق الله؟
انتوا الاثنين. طيب يبقى تاخد شقتنا احنا الاثنين، المساواه في العقاب، لكن كده حرام بصراحه. وبعدين شقتهم احسن بكتير يا معلم عبدون، دول عندهم بانيو، عندهم حمام، احنا ما عندناش حمام، احنا خارمين كرم كده وبنشتغل فيه. شفت وانا ما قلتلكش، مش البانيو بتاعنا ده كان مقتول في واحد زمان؟ كان مقتول قبل ما نبني العماره اصلا، البانيو ده كان مقتول في واحد هنا. كذاب والله كذاب يا معلم، بيقول اي كلام. وعندهم ميكروويف بيسخنوا فيه الاكل، احنا بناكله معفن وبارد. شفت الميكروويف مش طلع بيسرب اشعه فوق البنفسجيه؟ اي حد بيعدي من جنبه بيبقى له بنفسجي، واحنا مش عارفين نعمل ايه، رحنا رميناه، ما عندناش ميكروويف ولا نيله. ما تصدقوش يا معلم، ما فيش حاجه اسمها بنفسجيه يا معلم، ده احنا بنغسل الهدوم، بنجيب تشت وبنحط فيها الهدوم وبنقعد نعمل كده زي مبيضين النحاس، انما هم عندهم غساله بروحين. بيطلعوا لنا بالليل، بيطلعوا لنا بالليل، مش هيبيننا كده، ما بينيموناش. عارف حضرتك بالليل بتلاقي الارض عندنا بتطلع فوم كده، صابون وفوم. لو حابب تعمل فوم بارتي تعالى شقتك فوق، اللي انت عايزه تعالى اعمله، اما علامه انت سيد المعلمين. وايه اللي يطلعك فوق وتتعب رجلك؟ ما تخش على هنا على طول. لا بيني وبينكم انا ما بحبش الادوار اللي فوق بعض المتكرره، يعني مش داحي. يا جماعه احنا غلطنا ولازم نتحمل نتيجه غلطتنا، الراجل ده ملوش ذنب في اي حاجه. بقول لك يا معلم، العيال طلعوا كل الشنط ولا انزل انام بقيه الشنط من تحت؟ لا لا لا، كل حاجه صحه بالصلاه على النبي، ونقدر نشيل ونحط. لا لا، الحاجه زي الفل، وتسلم ايديكم. بس بقول لكم ان شاء الله لما تتعصروا الشهر الجاي امانه عليكم، تشوفوا لي حاجه دور ارض كده بجنينه، عايز ازرع فل وخل وياسمين. خلاص خلي الطلعه دي عندي، سيب لي الشقه، وانا لما اجيب شقه جديده هراعي طلباتك. طب يعني اقل واجب خلينا نبات معاك هنا في البيت، شوف لنا اوضه نقعد فيها. لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان الشقه فيها حريم. وايه المشكله نقعد مع الحريم؟ كتاتك شرطاتك. يا جماعه عيب يا جماعه الكلام ده، البيوت ليها حرمه، ما يصحش كده. ما تقول لها عم سليم انت كبير وعارف. خش يا ام، خش اتفضلي. الحاجه تعالي، خش برجلك اليمين. امك؟ امي. تعالي يا ماما الحاج، تعالي يا ماما الحاج، اتفضلي يا ست الكل. ايه العريس ده بقى؟ اسر يا عم. ده اسر يا ابني، اتفضلي. خش يا امي. امه هتموت. خش انت هنا، بقول لك في اوضه الاطفال، العبي معاهم بقى عشان يونسوكي. هتموت هنا. طب معلش يعني اخر طلب، كان في سندوتشات كنا جايبينهم في التلاجه نتعشى بيهم انا وخالي، هتديهم لنا ولا ماما هتاكلهم ولا ايه؟ حد قال لك ان انا ضلالي؟ لا خدي السندوتشات ما يصحش، بس قبل ما اديك السندوتشات ناخد الوصولات اللي عليها التوقيعات، ونروح نشوف تسجيل الكاميرات، ونطلع للاسم، ونقابل الضابط، ونشوف التحقيق والنيابه. لا لا، واسم ليه وليه قانون وليه بوليس؟ ما خلاص بقى، في ايه؟ الله، ما تروحوا يلا تشوفوا لكم حته تقعدوا فيها. ماشي. خلوا الراجل يفرش عزاله. صح طبعا، يلا تفضل الله. طبعا اتفضل يا خال، ان شاء الله. بس هنجيب الشقه بامر الله، بامر الله. هنجيبها حراميه. سيبوا الناس تفتح بقى. هنجيبها عبدونا حراميه. ماشي. امك هتموت جوه ان شاء الله بامر الله. امي دي عايشين ببركتها. كلنا عايشين ببركتها يا عم عبدون. في مفتاح هنا؟ تمام. بقول لك صح، ده مش بتاعنا، ده بتاعكم. لا لا لا، كل ده بتاعكم، فكرت بتاعك. ربنا لو عوزت اي حاجه دلدل السبت حبيبي. ربنا دلدلك انا السبت. ربنا يبارك لك. تسلم لي. بقول لك ايه سعيد؟ نعم. اسم الكريم قول لي يا ابنها. تمام ماشي. سلام عليك. سلام يا قصوره. ماشي، مع السلامه. الف سلامه.